هلو، كيفكم اليوم؟ رجعت لكم فيديو جديد وفكره مجنونه جديده، بس اليوم عندي مفاجاه بالحلقه. اليوم عندي هاي مرحبا صديقي انس. اليوم جبته عشان يدوق الاكل ويقول لنا شو رايه. انس قل لي كيف معنوياتك؟ عاليه. انت متاكد من معنويات هاي؟ الله يستر. طب بتعرف شو حنعمل اليوم؟ لا. اوكي، اليوم رح نعمل بيتزا دجاج مقلي بالعسل. خلينا نشوف كيف رح اعملها. اهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج يلا ناكل. هلا اول شيء اليوم بدنا نحضره، بدنا نعمل الدجاج المقلي. هلا هون عندي كوباية ونص حليب، حطيت عليهم معلقتين كبار خل عشان يعطينا كيرل زي ما انتم شايفين هيك هون. هلا هون عندي الدجاج، دور دجاج مقطع على شرحات، رح احطها بهذا الحليب. وعندي هون تشكيلة بهارات رح اترك لكم اياها تحت بالدسكربشن. هلا بعد ما عملنا خلطة الدجاج بدنا نتركها تقريبا ساعة لترتاح على اقل تقدير. طبعا كل ما زاد الوقت كل ما الدجاج تشرب المكونات والبهارات اكثر. هون عندي طحين حاطط عليه بهارات، برضه رح تلاقوها تحت بالدسكربشن. رح اقلب الطحين بالبهارات، بعدين رح نحط عليها الدجاج. رح ابلش اقليهم. كيف الريحة بس؟ بدنا ندوق معتز، مش الريحة. شوف أنا واثق من وصفة الدجاج تبعتي، بس فكرة إنه راح نحط عليها سيرات شو عسل ما بعرف. يعني أنت أكلت إشي سويت مع مالح؟ يعني لا لا لا. حلو مع مالح؟ أبدا. حلو مع بحرق؟ تشاينيز فود؟ لا لا لا. تاكلش تشاينيز فود؟ أبدا ما بحبها. بدنا نعمل الصوص تبع البيتزا. عندي هون عسل، راح احط عليه فلفل سيراتشا. غريب. شوف انا راح اقول لك شغله بالمطبخ. هلا اذا بدك تخلط مالح وحلو مع بعض بدك تحط واحد من الاثنين، يا اشي حامض يا اشي بحرق. قاعده، عشان الحامض او اللي بحرق بخففوا من الحلاوه. شو رايك تدوق لك قطعه دجاج بالصوص؟ خلينا ناخذ تست بسيط هيك. هيك اغمسها؟ اغمسها. معتز، دجاج سوبر طيب، بس حسيت العسل كثير طعمه مبين. احنا ممكن نزود فلفل، انه انا مش حاسس صحيح انه صراحه انه طعمه بحرق. انا جرب لي هيك. بس معتز، مش شرط انه يعني طعم الحلاوه مبين انه الاكل مش طيبه، يو نو. بس انا عم بحكي لك انه مبين طعم الحلاوه بشكل ملحوظ. انا توقعت مع الفلفل يروح الطعم او شوي يغيب يعني. شوف بس لسه موجود. ما هو ليش بدي احط عسل اذا ما راح يبين طعمه؟ شغله جديده بس هي الفكره ولا لا؟ ال ركبوا المهم. ماسكه الدجاج فعلا مسكين، سوبر كرانشي. والله بالله عليك ما هو سوبر كرانشي. عجينه البيتزا عشان ننجز. من وين اكلت اسكا بيتزا؟ بيتزا هات معروفة. تحب بيتزا هات؟ يا كثير. انت بتحب البيتزا ثيك ولا ثين؟ ثين؟ لا ما راح تاكل ثين. ما راح اعمل لك ثين بيتزا لاني صرت اقطعها وصرت فاردها اوريدي، فهمت الموضوع. ما هي مبين انها ثين. انت شكلك بحياتك ما دخلت مطبخ قبل هيك. والله. لا. لانه هاي بدها توفش حبيبي. راح اخذ الصوص. صراحة اول مره اجرب اخلط سيراتشا وعسل، بس هاي اسهل طريقه تعملوا فيها سويت تشيلي صوص. اذا انتم من الناس اللي تحبوا سويت تشيلي صوص سبيشلي مع السبرينج رول بيطلع تحفه. هلا راح احط قطع الدجاج. طبعا يعني احساس بالدنيا انك تروح تطلب مثلا تشيكن بيتزا اوف سمثينج باربيكيو ولا شاورما ولا بعرف شو، تجيك فيها قطعتين دجاج هيك اسمها تشيكن بيتزا جبنه. طيب هلا عشان خلص موتنا جوع، الواحد فرط، ندخل هاي الفرن ونقعد هيك نضلنا ندعي انها تخلص بسرعه. يا ريت. تمام، فمن غير كثر حكي انا رايح احضر الفرن. لا تطول. انا قلت لك الفيديو يسلمه. ورجيني شوف. طلع
اللعب على الكراست. العجينة كثير طيبة. عم بتألمس. عن جد عن جد شو رأيك؟ خلص سيب المسخرة شوي على جنب. نحكي جد. مثل ما حكيت أي شيء عليه جبنة بطلع طيب. والدجاج أنا حكيت لك كثير كثير طيب. طيب فكرة السويت مع الشيلي. هاي to be honest يعني هي مقبولة كشغلة جديدة. maybe ما بعرف عنها أنا أول مرة أسمعها to be honest. طيب يعني overall زاكية. طيب. أنا صراحة أعطيكم رأيي أنا بصراحة فعلاً زي ما قال أمس فكرة الدجاج المقلي على البيتزا كثير طيبة والجبنة طبعاً تعطينا هاي الأمامي اللي في الموضوع صح؟ أنا عارف أنا بعرف أعبر عنك. شو بالنسبة للكراست تبع العجين؟ ممتاز ممتاز صح؟ يعني كعجينة بيتزا أصلاً حتى أنه بالعادة عجينة البيتزا لازم لما تمسكها هيك مش تكون واقعة على تحت لا لازم تكون ماسكة حالها هيك تمسكها هيك. طب رجعها ليه؟ بدي أكلهم صح وهنا بحسب لك اياها كلها اصلا. طيب اوكي. ايش مالك بدي طب يعني انا بشتغل هالبيتزا طب اكل منها شرحه طيب كل من الاطراف عشان ما تاكل الدجاج. انهي بدي اعرف اكل. يلا جاي انهي تفضل. بدي اصبر. يا جماعة الخير وصلنا لآخر حلقتنا اليوم. الفكرة كانت الحمد لله ضابطة مش فارطة. نبقى نصور حلقات ثانية في المستقبل مع أنس ضروري. إنه يعني تعال 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 تعال. هاي أهلاً كيفك؟ طبعاً هو هذا اللي فعلياً راح يأكل البيتزا نسيبي بس اسمه سالم. طيب بما إنه الدنيا هون صارت عندي عجقة فبشوفكم الأسبوع الجاي. سلام.